السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا سيكون فيديو استثنائي تحت طلب أحد المشتركين في القناة، وهو كيفية العناية بآلة الناي أو الكوالا. آلة الكوالا صراحة والناي آلة حساسة جدا، فهي فقط قصب، فكيفية العناية بها يجب أن تحفظ دائما في محفظتها الخاصة، وإبعادها عن الرطوبة، وكذلك إبعادها عن أي شيء يكسر، فهي سهلة الكسر، فالحفاظ عليها هو عدم كسرها وعدم تعريضها للسقوط. هذا أول شيء. ثاني شيء وهو كيفية التزييت وكيفية العناية بها، فطريقة سهلة للتزييت، وكذلك تؤثر باللعاب الذي يخرج من فمنا، فعدم الحفاظ عليها من الداخل فهو يعرضها إلى الرطوبة، أو يخرج منها شيء من الفطريات، نوع من الفطريات يربى في القصب، لأن القصب من الخارج فهو أملس، ولكن من الداخل فهو رطب جدا، فهو سهل عليه أن يمتص الهواء الداخل الذي يحول بعد ذلك إلى لعاب. فطريقة للاعتناء به من الداخل فهو تزييته قبل العزف، ليس بعد العزف بل قبل العزف. فهناك الكثير من يسأل، ومنهم أنا كذلك، ما هو النوع الزيت الجيد الصالح لتزييت الآلة الناي؟ فصراحة أنا أزيته فقط بزيت الزيتون الخالص، فهناك عازفين أحسن مني، صراحة سألتهم عن الزيت المفضلة لتزييت الكوالا والناي، وهي زيت اللوز المر، فهو المفضل. فهناك الكثير من الزيوت، زيت العنب كذلك، فيجب أن تختار الزيت يكون خفيف وليس ثقيلا. وطريقة زيته فهي سهلة جدا، يعني تأخذ نصف كأس من الزيت أو كأس كاملا كما تحب، تقفل جميع الثقوب بطريقة جيدة، تغطس هذا الفم في الكأس وتشفط الزيت حتى يصل إلى لسانك، يعني إلى آخر العقدة، فستحس به بلسانك أنه شفط، وتفعل ذلك مرتين وتقلبه وتدعه يقطر لكي يستخلص من الزيت الزائد. وكذلك مع آلة الناي نفس الطريقة، نغطسه في الزيت ونشفطه. وهناك طريقة أخرى لكي لا تتسخ يدك إذا أحببت، تقفل الثقوب كلها بلاصق عادي وتشفط بهذه الطريقة، تشفط الزيت حتى تصل إلى آخر الناي، ستحسها بها بلسانك، وتقلب الناي وتدعه يقطر حتى يتخلص من الزيت الزائد وتعزف به. وكما قلت يجب أن تحافظ عليه، وطريقة التزييت يكون قبل العزف. هذا كان كل شيء، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تدعمونا ويصلكم دائما الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.